في كل أرض يخلق الله آية ليهدي الذين ضلوا الطريق، ليعلم الذين آمنوا أنهم على الحق. هنا في نجران بأرض اليمن تحدث هذه القصة. كان الملوك في هذه العصور طالما يتخذون سحرة ومشعوذين يعينونهم على إخضاع الأمم وإحكام السيطرة عليها بما ينسجه السحرة من قوة وهيمنة تضفي على الملك هيبة وجلال. هذا الألم مرة أخرى، لابد أن النهاية اقتربت. علي أن أذهب إلى الملك لأخبره. مولاي، أنا اليوم قد بلغت من العمر أرذلة، وقد أصابني المرض، وأخشى أن تذهب معي أسراري وأفكاري. فجئت إليك حتى ترسل معي غلاما من خاصتك. سوف أرسل معك غلاما أيها الساحر، ولكن عليك أن تحذر حتى لا يستغل ما تعلمه ضدنا. لذلك علينا اختيار فتى ذكي أمين حتى لا نجد منه إلا الولاء التام. أيها الحارس، أمر مولاي. عليك بالذهاب إلى بيت الثامر والإتيان بابنه عبد الله. هيا. وهل قال لك الملك اذهب إلى الثامر؟ نعم، وقد أمرني بإحضار ابنك عبد الله وإرساله إلى القرية التي يسكن بها الساحر. ستجده هناك يجلس تحت ظل هذه الشجرة. عبد الله، يا عبد الله، عبد الله. نعم يا أبي، إني آت إليك. وتبدأ رحلة عبد الله بن الثامر في البحث عن الحقيقة. اسمك عبد الله بن الثامر؟ نعم. أيها الغلام، عليك أن تعي كل ما أخبرك به وتنفذه بدقة.
احفظ كلماتي عن ظهر قلب. لا تتأخر عن موعدنا أبدا. وأخيرا لا تصف شيئا مما رأيته هنا لأحد. هل فهمت؟ نعم يا سيدي. الآن قد حان موعد ذهابك، هيا وإياك أن تتأخر غدا. مع أول ضوء للفجر سأكون بين يديك يا سيدي. وجدتها. برابيم برابو. محلّة. أهلا بك دجبوجة. رات كل يوم الساعة 8:30 بتوقيت السعودية على NBC 3. هذا مدهش حقا. اللهم يا خالق كل شيء سجد لك كل شيء. لا إله إلا أنت. سبحانك يا ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. من هنا؟ ما الذي أتى بك إلى هنا أيها الغلام؟ ماذا تفعل هنا؟ أعبد الله. الله؟ الله، الله هو خالقي وخالقك وخالق كل شيء. وأين هو؟ سبحانه وتعالى هو في السماء مالك الملك. ولماذا تعبد الله؟ أعبده لأنه أمرنا بذلك، فلقد خلق الإنس والجن ليعبدوه، إلا أن الشيطان أضلنا فاتبعناه. ومن هذا الشيطان؟ هو عدو الله الذي يدعو الناس لمعصية الخالق. ومن أين تعلمت كل هذا؟ لقد أوحى الله إلى رسل أرسلها إلينا ليرجعونا إلى طريق الحق. رسل؟ نعم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وغيرهم. ياه، لقد تأخرت كثيرا. إن حديثك غريب، لم أسمع مثله من قبل. هل تأذن لي أن أمر عليك غدا؟
على الرحب والسعة، وليتك تفكر فيما قلته لك، لعل الله يفتح قلبك للإيمان. إلى اللقاء أيها الغلام. انتبه أيها الغلام، ما الذي دهاك اليوم؟ عذرا سيدي، سوف أنتبه جيدا هذه المرة. إياك أن تفكر في شيء سوى ما أعلمه لك، لا تشغل بالك بأحد، فأنت الآن أعلى من الجميع. لقد خلقنا الله سواسية، لا فرق بين ملك أو راعي غنم، كلنا عبيد الله. سوف أمنحك مفاتيح القوة المطلقة، وهو على كل شيء قدير. اجعل بينك وبين الناس حاجزا ولا تفتح قلبك لأحد. أحبب الخلق يحببك الخالق. لا تفتح قلبك لأحد. أحبب الخلق يحببك الخالق. أحبب الخلق يحببك الخالق. خيرا فعلت يا عبد الله. عندما ساعدت الرجل شعرت بارتياح شديد، وبعدها صارت في جسدي رعشة ما عرفت سببها. إن الله يحبك يا ولدي، فلقد بدأت تشعر بحلاوة الإيمان، فهل تترك الساحر وما يعلمك إياه وتشهد بأن لا إله إلا الله؟ ولكن الساحر قد وعدني بامتلاك مفاتيح القوة. يا عبد الله، إن القوة بيد الله، وما السحر إلا من فعل الشيطان. أيها الراعي، إنني أحببت أن آتي إليك كل يوم، ولكن الساحر قد أذاني كثيرا لتأخري عنه، فماذا أفعل؟ إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. ألم أمرك ألا تتأخر ثانية أيها الغلام؟ بلى يا سيدي، ولكنني... أصمت، سوف أعاقبك عقابا شديدا. لقد حبسني أهلي يا سيدي، وما منعني عنك إلا هذا الأمر. إياك أن تكررها أيها الغلام، فلن أعفو عنك أبدا. والآن ارجع إلى أهلك، فلن أعلمك اليوم شيئا. لابد أن يكون لهذا الكون خالق. اللهم يا خالق الجبال والطيور والأنهار، قد حار أمري بين الراهب والساحر، أيهما أفضل عندك؟ ماذا حدث؟ لماذا تجري أيها الرجل؟ قد اعترض الطريق أسد ضخم لم أرى مثله من قبل. ابتعد أيها الغلام وإلا قتلك، ابتعد. اليوم أعلم، الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ لم أرى مثل هذا الأسد من قبل. ابتعد عنه أيها الغلام. ماذا يفعل؟ ألا يخاف منه؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. صار على الأسد وقد قتله بهذا الحجر. لقد أنقذنا الغلام من الأسد. الحمد لله، الحمد لله الذي هداني لهذا. أشهد أن لا إله إلا الله.